السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أبو زيزو. النهاردة جايب لكم تطبيق جميل جدا، بيعمل زي مراية أو تطلع بوجهين. هنشوف مع بعض دلوقتي. هو ده الفيديو اللي هشرح عليه، ده اللي أنا عملته. انا تطبيق اسمه كين ماستر. تطبيق اهو الايقونه بتاعته اهو، نفتحه، هنختار من علامه الزائد، هتختار الشكل المناسب. هو الافضل لو انت بتصور بالطول هتختار اللي في النص اللي هي 9 ل 16. هندوس على الوسائط، هنختار الفيديو اللي احنا عايزينه، نختار الفيديو اللي هو هيظهر تحت، وهنيجي من الاول كده هندوس على كلمة طبقة، نختار وسائط، نختار الفيديو التاني. في حاجة اول حاجة هنكبر الفيديو. في حاجة مهمة بقى، انا ماسك حتة خشبة وكاسيها لون احمر، يعني حتة قماشة عليها، حطيت حتة قماشة عليها حمراء. اهم حاجة تكون حتة القماشة دي لونها مختلف عن اي حاجة موجودة حواليك، كلبس كاي حاجة، عشان الفيديو يطلع مظبوط. تمام، اصبح الفيديو اللي احنا الفيديو التاني ده اللي هيبقى فيه الشغل كله. هندوس عليه، هيظهر لنا في الجنب اليمين هنا حاجة اسمها مفتاح الصفاء. هندوس عليه وهندوس تمكين. هنظبط بقى النسب، هي غالبا بتبقى تحت 50 وفوق 28، بس هنزود شويه لحد ما الابيض ده كله يبقى ابيض. الحته السودا دي هي دي اللي هتبقى المرايه، لازم تفضل سودا. لو دخل عليها ابيض كده لا مش هيبقى مظبوط، لازم كل اللي حواليها يبقى ابيض. هنظبط على قد ما نقدر. انا عشان وقت الفيديو بس ايه يعني، وندوس علامة الصح. دلوقتي الفيديو اللي ورا ظهر، بس طبعا هتظبطه، هتدوس على الفيديو اللي هو المفروض اللي هو ورا، تعمل زوم اوت بصبعك الاتنين كده، زوم اوت، لا سيف زوم، تعلم عليه الاول، تعمل تدوس على علامة القص تاني واحدة من النص دي، تدوس علامة يساوي، وتعمل بصبعك الاتنين زوم اوت كده. تمام، وندوس رمت الصح، هتشغل دلوقتي. والثابت ابو نجم قد اسعل اما سألنا انا واقف ليه، قلت له لا مفيش مش لاقي حشيش عالدغرة سعادة البيت، قال انا هحترمك لاجل جرأتك، بص انا هعمل ايه. طبعا الاحمر اللي ظاهر جنبي ده هتقعد تظبط في النسب زي ما قلت لكم في مفتاح الصفاء لحد ما يروح. هنستخرج الفيديو دلوقتي، هندوس على علامة مشاركة في الشمال هنا اهي، هنظبط الاعدادات اللي احنا عايزينها في ال HD وفي فول HD، هتظبط الاعدادات المناسبة وتدوس تصدير. كده تم الانتهاء ان شاء الله من شرح النهاردة، وانتظرونا في شرح تاني في حاجات جديدة ان شاء الله على نفس البرنامج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.